أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. انخفضت أسعار خام البصرة الخفيف مع انخفاض أسعار النفط عالميا، حيث انخفض خام البصرة المصدر لآسيا ليصل إلى 82 دولارا و 66 سنتا، فيما سجل خام البصرة الثقيل انخفاضا أيضا ليصل إلى 76 دولارا و 13 سنتا. أما بالنسبة لخامات منظمة أوبك، فقد سجل خام العربي السعودي 81 دولارا و 43 سنتا للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي حيث وصل إلى 82 دولارا و 80 سنتا للبرميل الواحد، وبلغ مزيج سهران الجزائري 81 دولارا و 65 سنتا. هذا وانتعشت أسعار النفط من بداية ضعيفة الثلاثاء، على الرغم من أن التفاؤل كان محدودا بسبب مخاوف بشأن الطلب بعد انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا ليصل إلى 82 دولارا و 66 سنتا للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا ليصل إلى 81 دولارا و 42 سنتا للبرميل. وأصبحت أوروبا مرة أخرى بؤرة انتشار جائحة كورونا، مما دفع بعض الحكومات إلى التفكير في إعادة فرض عمليات الإغلاق. وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع بمقدار 330 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي، حيث أعاق ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19. من جانب آخر، ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة ببغداد، فيما شهدت أسعار الصرف تذبذبا في كردستان العراق. وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد مبلغ 148,100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي. واستقرت أسعار البيع والشراء في محل الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148,500 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي. أما في كردستان العراق، فقد شهدت أسعار الدولار تذبذبا، حيث انخفض سعر البيع ليصل إلى 148,350 دينارا لكل 100 دولار أمريكي، وارتفع سعر الشراء ليصل إلى 148,200 دينار لكل 100 دولار أمريكي. أقرت هيئة نزاهة بوجود معاملة صرف وهمية في دائرتي الصحة ومديرية المجاري في محافظة القادسية نهزت مبالغها قرابة 8 مليارات دينار. وذكرت الهيئة أن هناك 177 معاملة معاملة صرف وهمية ضبطت في دائرة صحة القادسية تعود لسنوات سابقة، مشيرة إلى أن مجموع مبالغ تلك المعاملات التي تم ضبطها في مخزن متروك يقع خلف دائرة الصحة بلغت قرابة 8 مليارات دينار. كما أكدت صرف مبالغ معاملات وهمية في مديرية مجاري القادسية وضبط أوليات صيانة لأربع محطات للمجاري في المحافظة، لافتة إلى أن تلك المعاملات وهمية ولم تتم أي أعمال صيانة للمحطات، فضلا عن عدم شراء أي مواد لها. تصاعدت البطالة مجددا في تونس لتبلغ 18.4% خلال الربع الثالث من السنة الحالية. وقال معهد الإحصاء الحكومي أن نسبة البطالة سجلت ارتفاعا ب 0.5 نقطة إلى حدود شهر تشرين الأول الماضي لتبلغ 18.4% مقابل 17.9% خلال الثلثي الثاني من السنة، وهي أعلى نسبة بطالة تسجل خلال العامين الماضيين. هذا ولا تزال المستويات العالية للبطالة أحد أهم أسباب الحراك الاجتماعي في البلاد، وسط تحذيرات من تعكر المناخات نتيجة غياب حلول اقتصادية لاحتواء العاطلين عن العمل وخلق مواطن شغل جديدة. إلى اللقاء.